دعني أذكر قصة يعني مؤثرة جدا. يعني كان أحد الأفاضل ابتلي في إبان فترة يعني انتشار فيروس كوفيد، كورونا، أصيب إصابة بالغة، دخل إلى المستشفى للاحتياط. في أول عهده كان يخاطب الممرضة المشرفة عليه وكان لطيفا معها، ثم زادت حدة المرض معه، فأصبح الرجل يعني دخل في غيبوبة والعياذ بالله، يعني فقد الوعي تماما. بقي أشهر طويلة وهو في هذا الوضع يعني، وازدادت حالته سوءا فأدخلوه تحت الأجهزة الإنعاشية. بعد فترة ولم يستقر الوضع، قرر الأطباء أن ينزعوا عنه هذه الأجهزة. فتلك الممرضة التي أحسن إليها هذا الرجل الفاضل أرادت يعني أن لما يفك عنه الأجهزة أرادت أن ينهي حياته على الإسلام، وهي غير مسلمة تماما. فشغلت اليوتيوب وكتبت قرآن كريم أو كتاب المسلمين، ووضعت الهاتف بجوار هذا الرجل الذي له أشهر طويلة وهو في غيبوبة كاملة، والقرآن يشتغل هنا. الرجل سبحان الله بدأ يردد مع الشيخ أو مع القارئ بعض آيات القرآن الكريم. فهنا سبحان الله صدمت الممرضة وصدم طاقم الأطباء، والله تبارك وتعالى أحياه بعد أن أماته. الله عز وجل أعاد له حياته ويعني حسنت حالته الصحية، وقد رأيته في الفترة الماضية. فما كان من هذه الممرضة التي رأت أخلاق هذا الرجل العادي قبل أن يدخل في غيبوبة، ورأت تأثير القرآن الكريم عليه وهو في الغيبوبة، إلا أن قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. غير المسلمين ينظرون إلينا نحن كمسلمين نعيش في بريطانيا أو في ألمانيا أو في غيرها أو في أمريكا الجنوبية، إذا كنا نعيش في وسط يغلب عليه غير المسلمين، فلا بد أن نعلم بأننا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.